يعني ما احنا مش عايزين، ما لازم نبقى عندنا وجهة صحيح. صريحة، لازم نتكلم ولازم نقول احنا مع التصحيح. وسيادة الرئيس اعلن هذا الكلام، فلازم يمشي على هذا المنطق، المنطق اللي هو عدم إسراف الفلوس بهذا الشكل وهذا البتاع. هتجيب المدير الفني عشان تعمل بيه ايه؟ عشان تعمل بيزنس من وراه، ولا عشان تجيب له اللعيبة اللي انت جبتها وعملت بيزنس فيها؟ الله يا جماعة، لازم بقى يبقى فيه وقفة، لازم يبقى فيه وقفة جامدة جدا، علشان هذا الكلام ده فلوس ناس وفلوس مال عام. لازم ان انا مش النهارده ابص الاقيها متجهه اتجاه واحد فقط، لا، لازم يبقى عندي ادراك. مش معنى ان انا اروح ابيع لعيبه واجيب لعيبه واحط وما اعرفش ايه، ان انا النهارده هاخد الدوري. مش هتاخد الدوري بهذا الاسلوب. لو انت جبت 20 احسن نجم في العالم حطيتهم مع بعض مش هيدوك الدوري. صحيح. لازم يبقى عندك مجموعه لعيبه قتاليه داخل الملعب ومجموعه فنيه داخل الملعب. فرض زي مثلا لما كنا مثلا بنيجي نقول ايه، عبد الله سعيد مثلا الراس المدبره في الفرقه، عندك تحركات محمد صلاح وبريزيدير ماشي، انت فاهم، وتحط عنصرين ثلاثه طريقه